أكدت الندوة الثقافية التي أقيمت في مدينة إربد بشمال الأردن على أهمية دور وسائل الإعلام في مواجهة الإرهاب والتطرف، مشيرة إلى دور نقابة الصحفيين والجمعيات الناشطة في توعية المجتمع بهذه المخاطر. وأشارت الندوة التي شارك بها مكتب نورسات الأردن وعدد من الفعاليات الإعلامية والاجتماعية والشبابية والدينية إلى ضرورة وجود استراتيجية واضحة للعمل الإعلامي، وأن يكون أيضا للإعلام الرسمي دور فاعل في توعية الشباب بمخاطر هذه الظاهرة الطارئة على مجتمعنا الأردني بشكل خاص والمجتمع العربي بشكل عام. وفي ذات الندوة التي تخللتها نقاشات معمقة بين المشاركين والحضور، ركزت الدكتورة باسمة السمعان مديرة المكتب الإقليمي لنورسات الأردن في محاضرتها على الآثار السلبية التي يعكسها خطاب الكراهية على المجتمعات والدول، ودور الشباب الإيجابي في الاستخدام الفاعل لمواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى دور التربية والتعليم والمنابر الدينية والوسائل الإعلامية المختلفة في مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال دورها التوعوي الضروري في هذا الجانب. مواطن صحفي ناشئ موجود، كل إنسان صار بيقدر يستعمل تطبيقه زي ما حكيت، هو مواطن صحفي ممكن يكون، بس مواطن صحفي مسؤول. كيف بدي وعي؟ بدي أغرس فيه مبادئ الأخلاق والقيم الدينية، الثقافة زي ما حكينا عن الوحدة، الانتماء، المواطنة الصالحة، خوفي على البلد، على أمن البلد، أفهمه. ما بدي ألغي موضوع إنه هو ما يقدرش يستعمل التطبيقات هاي، راح يستعملها شئنا أم أبينا. التوعية هاي إن كان بالبيت، من خلال الأسرة، من خلال المدرسة، من خلال المجتمع، وإحنا قادرين نقوم بهذا الدور، يعني كأهل، كأبهات وأمهات، كمعلمين، مربين، إن كان كمان أيضا في دور العبادة. وطالب الإعلامي شاد الزيناتي من قناة جوسات الفضائية بضرورة إيجاد ركيزة ثابتة للعمل الإعلامي في الأردن من خلال الاعتماد على مرجعية واحدة في نقل الحدث، داعيا الجهات الرسمية إلى محاسبة مطلقي الإشاعات والأخبار المغلوطة، مع الإشارة إلى وجود تقصير إعلامي في التعامل مع ظاهرتي الإرهاب والتطرف. هل في وسائل إعلام وطنية ترفع على القبعات كمواقع شاشات الأخير، لكن في كمان ناس الأجندات، نكون إحنا واضحين ونميز الغسل من السمين. أنا بحكي لكم هذا الواقع، بتقولوا لي أنا متشائم، أنا بشرح حالي، بشرح واقع بعيدا عن أمنياتي. أنا جاي اليوم هون أكون واقعي، ما بدي أكذب عليكم لأنه بخونكم، أنا ما برضى أكون خاين، ما برضى أكون كذاب. ومن جانبها شددت المهندسة ماجدة شويات الرئيس الفخري لمؤسسة إربد أجمل الجهة المستضيفة للندوة على احترام الآراء والأديان والمذاهب، داعية إلى إنتاج مناعة إعلامية مضادة تعتمد على بناء الإنسان أخلاقيا وعقائديا، إلى جانب إشراك منظمات المجتمع المدني في نشر ثقافة الاعتدال والتنوير. وفي ختام الندوة جرى نقاش واسع بين المشاركين والحضور دار حول واجب الصحفيين والإعلاميين في الأردن أن يكونوا سدا منيعا في مواجهة أي كراهية أو تطرف في خطابنا الإعلامي، مع التركيز على ثقافة المحبة والسلام والتسامح والعيش المشترك بين أبناء المجتمع الواحد.